السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء بنبلغ وزير التربية والتعليم يا دكتور طارق، الحالات بتزيد، الوفاة بيزيدوا. النهاردة معانا خبر في خلال 72 ساعة وفاة 3 من مديري مدارس البحيرة بسبب كورونا. يا سيادة الوزير ربنا يسترها. المهندس السيد دحروج توفى مدير مدرسة إدكو الثانوية الزراعية بالبحيرة مساء أمس متأثرا بكورونا، والمديرية نفسها نعته، وكذا مدرس حصلوا نفس القصة، وفي مدرسين ما عارفش عنهم حاجة. عشان كده ده تالت مدير مدرسة يتوفى بفيروس كورونا يا جماعة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بعد أن سبقه محمود الحسيني مدير مدرسة مرزوق السيد مرزوق بكفر الدوار، ومحمد بكري مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بمنهور، فيما توفيت مديرة مدرسة بأبو حمص أثناء مرورها على الفصول، وكانت اللجنة النقابية المعلمي بندر دمنهور أعلنت وفاة محمد بكري مدير مدرسة أحمد زويل ثانوية بنين بدمنهور عن عمر يناهز 56 عام، اتأثر برضه بإصابته بفيروس كورونا داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور بعد صراعه طبعا مع المرض استمر لأكثر من شهر. ربنا يرحمكم جميعا، أنتوا رسل في الأرض. وتقدمت أسرة طبعا مدرسة أحمد زويل بخالص العزاء لأسرة محمد بكري مدير مدرسة أحمد زويل وجميع العاملين بالتربية والتعليم بمحافظة البحيرة. ربنا يرحمكم جميعا، ربنا يا رب ارحمهم برحمتك الواسعة. فيروس ما بيسيبش حاجة، بيمسح والله. الموجة التانية صعبة يا جماعة. أعلنت المدرسة الحداد لمدة 3 أيام على قائد المدرسة ومديرها محمد بكري اللي كان بيقوله مشهور جدا بالخير، وراجل كان ليه جهود كبيرة لتحسين المدرسة والارتقاء بها وليه خلق جميلة جدا، ربنا يرحمه ورب يجعله دايما في ميزان حسناته. والمديرة مديرة مدرسة مصطفى أغا برضه يعني التابعه لاداره ابو حمص التعليميه بمحافظه البحيره خلال تفقدها الفصول توفيت، ربنا يرحمها يا رب. الواحد ما عادش عارف يقول ايه. عشان كده احنا يا جماعه بنقول خلي بالكم بالله عليكم، في كتير جدا بيموتوا ما اعرفش عنهم حاجه، كتير جدا اصابات في المدارس. فيا دكتور طارق شوفوا الاجراءات الاحترازيه بالله عليكم، اولادنا دير مدير مدرسه وتعرفهم، هل يا ترى في ناس ثانيه؟ يا جماعه لو في حد اكتبوا لي في التعليقات، عاوزين دكتور طارق يسمع، يمكن ما بيوصلوش الكلام ده، يمكن ما يعرفش اللي بيموتوا ده مين ولا بيحصل ايه. طلع من شويه وقال لك اللي ما فيش الا اصابات بسيطه، فيا ترى اللي جاي ايه؟ ده كان خبر سريع كده من جريده اللي هو الكشكول، وبنقدم الشكر لنورهان عبد الرحمن. ده خبر خلال 72 ساعة وفاة 3 من مديري مدارس البحيرة بسبب كورونا. هسيبكم في التعليقات ويقولوا اللي انتوا عاوزينه، وربنا يرحم الجميع ويرحمنا برحمته. كان معكم أسامة رزق مؤسس أجيال الأندلس، في أمان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.